الرخصة. اجي عمو المختار فاهم مع هاد الناس هاد فهمنا اجينا كنعرف انا عبد الله العروسي كنسكن في المرس طنجة عندي واحد طريف ديال الارض شريته لولادي باش نستقروا فيه تفاجأت جيت جبرت السيد جاو عندي عين الناس قالوا لي راه الارض ديالك كتبنا وملي جيت جبرت السيد عنده الرخصة وداير شي حاجة والوراق اللي عنده انا مشيت فتش في هاد لي كوردونيس ديال الوراق ديالو جبرتهم بعادين جا طايح لي على الارض ديالي طايح لي على الارض ديالي وجايب الرخصه وانا دائما كنمشي نجيب الرخصه باش نبلي الولاد ديال المحل كنجبر كيقولوا لي ديك البلاصه هذيك ممنوعه ما كاينش الرخصه تما ما بغيتش نبني عشوائي انا بغيت نجيب الرخصه باش نبني وملي كنمشي كنجبر الرخصه ما كايناش بزاف المراري مشيت جبرت الرخصه ما كايناش حتى كنتفاجئ دابا ملي جات عندي الناس كنجبر السيد كيبني بالرخصه وانا عندي الواجبات ديالي عندي الورق ديالي على الارض ديالي اما هو عنده الورق بعادي مني وطايح لي على الارض ديالي عرفت يا سيدي مشيت عند القايد مشيت لعند رئيس الدائره راه الناس كتخلص هادو واحد مافيا العقار ما حنا دراوش انا باقي ما لحقتش الحال ما كايناش الحال ما جبرتوش انا درويش وغشيم بزاف الحاجات ورزقي هو كيتنكل اللي انا خدمت عليه انا في العمر ديالي 52 عام خدمت عليه واحد الوقت وجمعت فرانك وخا ودابا رزقي كيمشي في غير تعيني انا هاد الارض هادي شريتها فشي يعني كنت كنخلص مولاها طريف وطريف كتب معايا فشي 2016 ولا 2018 غير هيدا انا كنت كنخلصو طريف وطريف حتى كملت له الفلوس ديالو عاد كتب معايا وفي الساعة اللي كتب معايا مشيت كنجمع الفلوس وعاود باش نبني الطريف ديال الارض ديالي كنت جاي باش نجيب الرخصة كيرفضوني كيقولوا لي ديك الموطا هذاك ما كايناش الرخصه وحنا يا راه الحي كامل ما مزعزعش فيه شي لاجوره هنايا كتبنا الى هاد الارض هادي باش انا ماشي كاري ساكن مع الدار الوالدي مع الوالدين ساكن باقي في البيت كنحلم ندير الدار ديالي حتى انا نكون مستقر مع ولادي رحمة علينا الضيق وهادشي هذا ماشي ساهل تجمع واحد المبلغ وتجي وتجبر رزقك ماشي ظلما وعدوانا راه هادشي ما دابا كنطلب من السيد الوالي الله يرحم الوالدين والشعب المغربي كامل الله يرحم الوالدين يوقفوا هادشي هذا ورجعوا للقانون باش اللي عنده شي حاجه يديها انا راه ما كنعشي مره لا انا لا ولادي كنعشي هادشي ماشي ساهل راه انا كنبات مخبط كنقعد النهار نجري وما كنلحق حتى النتيجه وهي على رجلي يتوك سياك لوني دابا الله يرحم الوالدين كنطالب هاد الشيء هذا خصو يوقف فورا ونمشيو للقانون اللي عنده شي حاجه يديها ودابا اخاي السيد الوالي راه كيحارب البناء العشوائي ما كيحارب البناء العشوائي ما يخصوش يكون هاد البناء هذا في العشوائي حنا مشينا هادي حي عشوائي وكيتبنى بالعشوائيه هاد الشيء اللي كنطلب السيد الوالي الله يوقف معك السيد الوالي وقف لي في هذه القضية الله يرحم لك الوالدين وقف لي في هذه القضية رانا يا درويش ومظلم وظالم مني مافيا العقار الله يرحم لك الوالدين لا
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.